تعرفون صوت الشعراوي وكأن فيه كحة، السبب؟ مولانا ما دخنتش أبدا. دخنت نصف قرض. نصف قرض. نصف قرض. نعم. وآسف على ذلك. وآسف على ذلك. آسف جدا، كل ما كح أزعل. هل تعلم بأن الشيخ الشعراوي رحمه الله كان مدمن شره للتدخين لدرجة أنه كان يدخن 5 علب من السجائر في اليوم الواحد؟ الشعراوي من شدة إدمانه على التدخين كان يقول بأنه بالرغم أن يديه فارغة إلا أنه يحس بأن هناك سيجارة في يديه، ويحس بأن يديه لا تخلو من السجائر. لكن الشيخ الشعراوي في أحد الأيام اشترى علبة سجائر، واشترى معها علبة كبريت ووضعها في جيبه، ووضع أخرى على المكتب، ولكن ما حصل أنه لم يفتحها أبدا، وبقيت العلبة في جيبه لمدة سنة كاملة لم يلمسها، وذلك ليروض نفسه ويقول لها هاي العلبة في يدي ولكن أنا المسيطر. هذه قناتي للمقاطع القصيرة، لو أعجبك الفيديو اضغط لايك واشترك ليصلك المزيد.